بواسمة، مدرس لمادة الحاسوب ل 28 عام. خبرتي في هذا المجال كبيرة جدا، والحمد لله كنت عضو تطوير مناهج التربية والتعليم لأربع سنوات. بداية بحب أوجه رسالة شكر لوالدي ووالدتي، رغم أنهم أميين لكن مثابرتهم وسعيهم الدائم على أنه ينتجوا منا أو يخرجوا منا عناصر فاعلة كان لهم الأثر الكبير، بدهم إيانا دائما الأفضل. والحمد لله إحنا يعني خمس شباب وخمس بنات، كلنا بفضل الله متميزين. وأشكر يعني كثير جدا تركوا بصمة في أنفسنا أساتذة ودكاترة في الجامعات، وأخص بالذكر دكتور نسأل الله له الرحمة حيا أميتا، الدكتور فوزي بوركات من جامعة موتا. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم خطوات اردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الاستاذ بسام القواسمه. بداية يسعد مساك. الله يسعد مساك يا كلك سوا. طبعا في البداية حضرتك صاحب مركز واكاديمية الافكار الحديثة للتعليم وبالتحديد في الزرقاء، بتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. الله يعطيهم العافية واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا في الجميع. معكم بسام القواسمه، مدرس لمادة الحاسوب ل 28 عام. خبرتي في هذا المجال كبيرة جدا، والحمد لله كنت عضو تطوير مناهج التربية والتعليم لأربع سنوات. المدرس في الجامعة الأردنية في مدرسة خاصة في أبناء العاملين، وعملت في بعض المدارس الخاصة في مدينة الزرقاء. نعم، تحكي لي أكثر عن بداية مركز وأكاديمية الأفكار الحديثة للتعليم، أنت كيف اتجهت لإنشاء هذا المركز؟ عملت مسبقاً في عدة مراكز في عمان وفي الزرقاء. أعطائي المستمر بفضل الله ومشاهدتي لجميع المراكز الموجودة في جميع في هذا القطاع خلاني أتجه إلى الزرقاء، لأن مدينة الزرقاء هي مدينتي أنا التي نشأت فيها، فحبيت أن أعمل مركز يكون متميز بمحتوى بديكوراته بكادره التعليمي. فإحنا صرنا هذا هو الشهر السادس بفضل الله، وصار عندنا عدد لا بأس فيه، قبول المجتمع المحلي إن كان قبول رائع جدا، وبفضل الله إحنا في استمرارية وفي تقدم ونجاح. بالتوفيق. شو هي أهم الخدمات والدورات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم هون؟ البداية كانت التفكير كان متجه نحو الثانوية العامة، لكن بعدها وجدنا أنه طلابنا وأبنائنا من الصف الأول إلى الأول أساسي بحاجة إلى يكون خبرتنا اللي موجودة في الثانوية العامة أنه نعطيهم إياها. فالحمد لله الكادر المعي تعاون شديد جدا، فصرنا ندرس جميع المراحل الدراسية الموجودة من أول إلى الثانوية العامة، بالإضافة إلى فتحنا أيضاً مجال إلى ما يسمى تنمية قدرات الطفل ومراحل التأسيس الخاصة بصفوف طلابنا بالرياضيات وبالإنجليزي خاصة. فعندنا الكادر متخصص في هذا الشيء في هاي المرحلة، إنه متخصصين بالتأسيس غير المناهج. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن المراكز الثانية؟ احنا قدمنا لطلابنا الحمد لله بفضل الله انه في عندنا كمان قسم ارشاد نفسي وتربوي واكاديمي متخصص جدا، انه بحيث انه يمسك كل حالة عندها مشاكل معينة اما في بيته او في دراسته او في اسلوب التعامل حتى في مدرسته، بامكاننا نعطيه النصائح والارشادات، بالاضافة انه انا بجهز لكل طالب نصائح وادعية يتعامل معها في مرحلة دراسته
كاملة إن شاء الله، وما بتفيد كمان طلابنا فقط بالثانوية العامة، ممكن يفيدوا فيهم إخوانهم اللي عندهم في البيت بالجامعات أو غيرها. نعم، ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ رؤيتي المستقبلية إن شاء الله أن يكون هذا المركز إن شاء الله مركز على مستوى مدينة الزرقاء وعلى مستوى الأردن كاملة بإذن الله، يقدم الخدمات مش التربوية فقط أو الأكاديمية، يقدم الأمور الإرشادية والنفسية، بحيث أنه نرفع من سوية طلابنا إن شاء الله ويصيروا فاعلين أو أعضاء فاعلين في وطننا الحبيب الأردن إن شاء الله. بس أصلاً شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ في أكيد مشاكل ومعيقات راح تكون يعني واجهتنا، والحمد لله استطعنا أنه نتجاوزها، ولكن أنه بعض الأولياء الأمور أو بعض الأشخاص اللي بتعاملوا معنا فكرتهم لغاية الآن أنه هل أنا ممكن أستفيد الاستفادة اللي أنا برجوها من هذا المركز أو من هذا المكان. فإحنا إن شاء الله إلى للأمام راح نزرع الثقة في نفوس الأهالي، المجتمع المحلي، طلابنا، بحيث أنه يكون الجانب النفسي والتربوي له علاقة وطيدة جدا بين المعلم والمتعلم. يعني بحضرني في هذا اللقاء بيتين شعر لسيدنا الشافعي رحمه الله يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها في بياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فإحنا بدنا نوصل لمرحلة إنه الطالب يرتاح معنا، وإحنا بإذن الله نريحه، إحنا نعالج كل مشاكله بحيث إنه يأخذ كل إشي مفيد، وزي ما حكيت يكون عضو فاعل في وطننا الحبيب وطننا الأردن. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ بحكي له أول شيء شكرا لك على أنك جعلت لنا وطن فيه الأمن والأمان، وطن فيه العلم والمتعلم والمتعلمين، وطن يقدم كل شيء لنا على طبق من ذهب. شكرا على سعيك الدؤوب الدائم على أنك تجعل منا عناصر فاعلة على مستوى العالم وليس على مستوى الأردن. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهالمرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بداية بحب وجه رسالة شكر لوالدي ووالدتي، رغم أنهم أميين لكن مثابرتهم وسعيهم الدائم على أنه ينتجوا منا أو يخرجوا منا عناصر فاعلة كان لهم الأثر الكبير، بدهم إيانا دائما الأفضل. والحمد لله إحنا يعني خمس شباب وخمس بنات كنا كلنا بفضل الله متميزين. نعم، وأشكر يعني كثير جدا تركوا بصمة في أنفسنا أساتذة ودكاترة في الجامعات، وأخص بالذكر دكتور نسأل الله له الرحمة حيا أو ميتا الدكتور فوزي بوركات من جامعة مؤتة. شكرا لك. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر عن موقعكم بالزرقاء وطرق التواصل معكم. موقعنا بالزرقاء إحنا شارع 36 خلف بن العميد بجانب مسجد الريان، موقعنا سهل جدا في حي الإسكان. التلفون التواصل معنا هو 0788 5870، هذا تلفون المركز الرسمي. عندنا موقع، صفحة خاصة على الفيسبوك هي الأفكار الحديثة للتعليم، مستشاركم التعليمي. شكرا لك. حياك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر الأستاذ بسام القواسمي على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت أستاذنا، شكرا لك. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم وبارك الله فيكم، يعطيكم العافية.